بعد العسر يسرا. يعني احتاج الرجاء من الهيئة الشرطة في الكريم. اذا في الخليط اكثر حولات بعض عين الزربة في تحويل الاستاديو التحدي ينضم الينا في الاستاديو كاتب المحلل السياسي الاستاذ مهدي حسن يرحب معنا. حياكم الله اخ احمد وحيا الله مستمعيك. اهلا ومرحبا بكما استاذ مهدي. عند استمرار الانتخابات اليمنية نتوقف اليوم وسنعرج الى فضائح التفاصيلات الامريكية وما في الانتخابات البريطانية خصوصا اندي بنتن. اتوقف عندما يجري اليوم كان هناك ذك لتجمعات المنطقة تحت قيادة الاستاذ المهدي في تعز ولحظ بالاضافة الى الانتصارات الميدانية الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك شيخ الله احمد احييك ثانية ومستمعيك. طبعا هي الانتصارات الأهم المؤثرة جدا حقيقة في سيرورة الوضع الميداني في اليمن تلك التي تحققت خلال اليومين الماضيين في عسير وجيزان. لقد نجح أنصار الله وحلفائهم في الجيش اليمني والمؤتمر الشعبي من تحقيق ضربات كافحة حقيقة للقوات السعودية في تلك المناطق. يعني عشرات سيطروا على عشرات القرى والبلدات ودمروا عشرات الضباطات وناقلات الجنود وقتلوا. يعني هم حقيقة عرضوا هذه الجثث المتناثرة للقوات السعودية بل هاربة أيضا من ميدان المعركة. فكانت لدرجة أن عقل يعني رأس بن سلمان